أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 27 مايو وبينتهي بيوم الجمعة 2 يونيو، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه. الأسبوع بيبدأ وكوكب المشتري وعطارد وأورانوس، الثلاث كواكب موجودين في برج الثور، والشمس موجودة في برج الجوزاء، وفينوس في برج السرطان، والمريخ موجود في الأسد، وبلوتو بيتراجع في برج الدلو، وزحل ونبتون الاثنين موجودين في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على مواليد برج العذراء. برج العذراء عندكم الأسبوع ده 5 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم، والخمس أيام دول بيبدأوا من أول الأسبوع، من أول يوم السبت لغاية يوم الاثنين العصر. ده وضع فلكي هايل بالنسبة لكم. كمان في آخر الأسبوع يوم الخميس والجمعة عندكم يومين هايلين. فمن أول السبت لغاية الاثنين العصر القمر موجود في برجكم، يعني الأسبوع بيبدأ والقمر بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية. عندكم حضور رائع، عندكم ثقة بالنفس، تعرفوا تأثروا في كل اللي حواليكم وخصوصا الجنس الآخر، كمان تعرفوا تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. أما يوم الخميس والجمعة فبشوف أنه دول يومين حلوين في توطيد العلاقات. القمر موجود في منزل العلاقات، بيديكم منتهى اللباقة والدبلوماسية، وكمان بيديكم سرعة بديهة ويقظة ذهنية. كل ده يساعدكم أنكم تحسنوا التصرف في المواقف المفاجئة، تعرفوا تلاقوا الكلام المناسب لأي موقف بتتحطوا فيه. فالخميس والجمعة ما ترفضوش أي دعوات اجتماعية أو عائلية توجه ليكم، هتستمتعوا بوقتكم وتقووا علاقتكم بالأهل وبالقرايب وبالأصحاب. كمان في الشغل هم يومين هايلين، لو عايزين تاخدوا مواعيد مهمة في شغلكم الخميس والجمعة ممكن تعرفوا تعملوا انترفيوهات موفقة، تعرفوا تبرزوا مواهبكم جدا، تعرفوا كمان تتفاوضوا على أي فلوس أو حقوق ليكم. فيعني كمان الخميس والجمعة يحاولوا تحطوا فيهم خطط لتحقيق نجاحات يعني أو مكاسب في الشغل. كمان تقدروا تقووا علاقتكم أكتر بالزملاء وبالرؤساء في الشغل في يوم الخميس والجمعة. ده لو عندكم شغل في يوم الخميس والجمعة. أما الأوقات اللي لازم تكونوا منتبهين خلالها فهتكون من أول يوم الاثنين العصر لغاية يوم الأربع. دي فترة ما هيش وحشة لكن عندكم التركيز أقل، فحاولوا أنكم في الفترة دي أنكم تحاولوا تضعفوا تركيزكم، تحاولوا أنكم ما تغامروش وما تتسرعوش، وتراجعوا كويس كل حاجة بتعملوها خصوصا في الشغل وفي الفلوس. فمن أول الاثنين العصر لغاية الأربع مهم تراجعوا خطواتكم في الشغل عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. كمان في الفلوس ما تغامروش في بيع أو في شراء، وراجعوا حساباتكم كويس عشان تتجنبوا أي خسائر. كمان يعني مهم أنكم تاخدوا بالكم من حاجتكم، لأن عدم التركيز ممكن يخليكوا حاجة تقع منكوا تتكسر، ممكن حاجة تنسوها تضيع، فحاولوا انكم تراجعوا كويس حاجتكم وخطواتكم تبقى بالراحة عشان تتفادوا اي خسائر. بس ان شاء الله لو اخدتوا بالكم الحاجات اللي قلناها الاسبوع كله يكون حلو، وكل اسبوع وانتوا طيبين.